والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شبابنا. وحلقة اليوم عن الشباب والمال، والسؤال من الشباب: ما تأثير تردي الأحوال الاقتصادية في البلاد على الشباب؟ في الحقيقة إنه ده تأثير مختلف. بعض الشباب يصاب بالإحباط، وبعض الشباب يصاب بشيء من العزلة أو حب العزلة، وبعض الشباب يصاب بشيء من التحدي، فبيدفعه ده إلى إنه يبحث عن عمل وإنه يكسر قلة المال وحالة التردي. وبعض الشباب بيحصل له نوع من أنواع التوازن النفسي اللي بيدرك فيه إن التردي الاقتصادي وقته هيعدي، لكنه مش هيعدي إلا بالشغل وبالعمل. يقولوا زمان زي الإمام الماوردي إن الدول والمجتمعات تقوم بالعمل الصحيح والأمل الفسيح. المشكلة مش في المال، المال يأتي ويذهب في الحقيقة، ولكن المهم للغاية. المشكلة أنه لابد علينا أن نعمل، ولابد علينا أيضا وعلى نفس قدر العمل أن يكون لدينا الأمل الفسيح. أما المال ففي منتهى الأهمية، وكان مشايخنا يقولون إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المدينة عمل حاجة، بنى دولة لأن في مال. لما كان في مكة قعد 14 سنة في مكة، لكن ما كانش في مال فما بناش دولة. وده معناه ان ربنا بيعلمنا انه طب هو ده سيدنا النبي اللي هو مؤيد من عند ربه، ولكن 14 سنة ما قدرش يعمل المؤسسة اللي تنتج الدعوة وتنتج الدولة وتنتج الحاجات دي كلها. قعد في مكة 14 سنة. على فكرة في خلال ال 14 سنة أسلم معه 200 واحد فقط. لما سافر إلى المدينة وهاجر إلى المدينة كان عدد المهاجرين معه نحو 90. الـ200 دول راحوا فين؟ الـ200 دول 80 منهم راحوا إلى الحبشة، ففضل حوالي 120 واحد معاه في مكة. لما هاجر إلى المدينة بقى معاه 90 تقريبا، يبقى في 30 فضلوا في مكة معرفوش يهاجروا، وأصبح عندنا 80 واحد في الحبشة، وأصبح عندنا 90 واحد في المدينة، وأصبح عندنا 30 واحد تقريبا في مكة أو أقل من كده. خلال الثلاث أربع سنوات، الخمس سنوات، الست سنوات، بدأ الناس يهجروا من مكة من 30 دول، ومن أسلم بعد مغادرة النبي عليه السلام مكة. لكن في النهاية الصورة العامة إن سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة ولم يكن هناك مال، فكانت الدعوة نمرة واحد محدودة، نمرة اثنين لم يستطع أن يقيم دولة. فذهب إلى المدينة ونصره الأنصار ودخلوا في دين الله أفواجا، وأيدوه بمالهم ومدينتهم، فاستطاع أن يبني دولة. استطاع صلى الله عليه وسلم أن يقاوم
جاهد في سبيل الله يبقى المال في منتهى الأهمية. من غير مال مش هنقدر نشتغل، ومن غير مال المال ده هو الوقود، فالسيارة اللي من غير بنزين مش هتمشي، حتى لو أردناها أنها تمشي وحتى لو زقناها فإنها مش هتمشي، مش هتدور. لكن إمتى تدور؟ لما يكون فيه بنزين. أو المال ده مش مقصود لذاته، ولكن هو البنزين بتاعنا. فما أثر تردي الأحوال الاقتصادية على الشباب؟ هو أثر مختلف، ولكنه في النهاية هو غالبا ما يكون أثرا سلبيا، وقليلا ما يكون أثرا إيجابيا، حيث يحفز الشباب على العمل ويحفز الشباب على الخروج من الدائرة المغلقة. فبيقول طيب إيه هو أسباب الفقر؟ سوء توزيع الثروة والدخول، وسوء التنظيم، والاتكال على الغير، والتقاعس عن العمل، وعدم التكافل الاجتماعي، والحروب. فهل هذا صحيح؟ احنا عندنا 51% من الشباب، احنا عندنا الشباب اللي هو بنتكلم عنه من 18 الى 29 سنة، ودول نحو 20 مليون، 10 مليون واكتر منهم فقراء. الفقر ده بيقاس ازاي؟ فقراء ولا اغنياء ولا كذا الى اخره؟ فاحنا عندنا 3 حدود كلهم يبداوا بالحرف كاف: كفاف، كفايه، كفاءه. 3 مستويات. والحقيقه ان الحاجات دي كانت محل بحث من الامم المتحده فيما يتعلق بالغذاء، لان الغذاء كان من ضرورات الانسان، ولذلك دخلوا من حكايه الغذاء. والغذاء تعلق ايضا بالسعرات الحراريه التي يتناولها الشاب او الانسان عامه، يتناولها الانسان في اليوم. فقالوا ان البنت بتحتاج 2200 سعر حراري في اليوم، وان الولد بيحتاج الى 3200 سعر حراري في اليوم. وابتدوا يحطوا ما يسمى بالمجموعات الغذائية: ألف وب وجيم ودال إلى آخره، برضو A B C D بالإنجليزي. المجموعات دي كل مجموعة تتميز بحاجة معينة. مجموعة تتميز بأن فيها بروتينات سواء كانت نباتية أو حيوانية، مجموعة تانية متميزة بأن فيها خضروات، مجموعة تالتة متميزة بأن فيها سكريات وسعرات إلى آخره. والإنسان لازم يتناول بطريقة متوازنة حاجة من المجاميع دي، بحيث أنه يتكفى ال 3200 أو ال 2200 سعر حراري. والسعر الحراري حددوه بأن كمية الحرارة اللي ترفع درجة حرارة واحدة 1 جرام من الماء من رقم 13 إلى رقم 14. الكمية دي كمية محددة، كمية حرارة تخلي الجرام الواحد يرتفع من 13 إلى 14، هو ده السعر الحراري. وبعدين ابتدوا يقيسوا الأجزية كلها على السعر الحراري واحتياج الإنسان وإزاي يتحول إليه، وابتدوا يقيسوها على 100 جرام. كل الكلام ده ليه؟ الكلام ده اتحسب علشان في النهاية أشوف إن الغذاء ده بيمثل تقريبا في الحالات العادية 40% مما يجب أن يكون عليه الإنسان. بمعنى إنه افرض إنه الأكل اللي أنا عايزه هيكلفني مثلا 100 جنيه في الشهر، يبقى 100 جنيه دول معناها إن أنا محتاج في الشهر 250 جنيه. جت منين؟ إن 100 جنيه دول 40% من دخلي،
يعني ينبغي للإنسان أن يصرف نحو 40% من دخله على الأكل والشرب، طب واللبس، طب والمواصلات، طب والسكن، طب والعلاج. أيوة هو ده الفرق اللي هاني. ولذلك هم بيقول لك احنا والله عايزين الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى للأجور ينبغي أن يحسب على هذه الحسابات المتعلقة بالأكل والشرب. بعد ما نحسب من الأكل والشرب يبقى اللي بيدخل له 250 مثلا في المثال اللي احنا بنقول عليه ممكن جدا يبقى 2500، ده للنفر الواحد. افرض واحد متجوز يبقى لازم دخله يبقى 500 جنيه، افرض خلف يبقى لازم دخله يبقى 750 جنيه، وهكذا. ولذلك علشان الشخص الواحد نقول ان هو هيبني اسره يبقى محتاج قد ايه. في سنه 80 كان في حاجه اسمها المجالس المتخصصه، ووصلت الى ان حد الكفاف 280 جنيه. بعد كده ارتفع حد الكفاف ده لغايه ما وصل الى ما لا يقل عن 1200 جنيه للانسان الواحد او للشخص الواحد. الاسره النوويه 3، يبقى معانا 3600 جنيه، ده حد الكفاف. حد الكفايه تضرب في 2، حد الكفاءه تضرب الاثنين دول في 4 عشان نوصل لحد الكفاءة. مرة تانية هنلتقي على هذه الصورة في قضية الشباب المال، لأنها في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة ولازم نفهمها بعمق مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله.